في وقت أعلنت فيه مصر عن تواصل الجولة الجديدة من مفاوضات غزة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة بوجود الوسطاء، أعلن بشكل مفاجئ عن مغادرة وفد حركة حماس القاهرة باتجاه الدوحة. وكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق أن وفد الحركة غادر القاهرة متجها إلى الدوحة، معتبرا وفي تصريح نشره على منصة تليجرام أن إقدام العدو على اجتياح رفح واحتلال المعبر يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء وتصعيد العدوان وحرب الإبادة. وأضاف الرشق: نؤكد التزامنا وتمسكنا بموقف أو بالموافقة على الورقة الأخيرة التي قدمها الوسطاء. كما وعاد مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز إلى القاهرة بعد اجتماعات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد الإسرائيلي. للوقوف أكثر على تفاصيل هذا الموضوع أرحب بضيفي السيد طارق عماد الكاتب والإعلامي الأردني، وأرحب من عمان بضيفي السيد حسن أبو هنية الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بكم ضيفين على هذه الحلقة. أبدأ معك سيد حسن أبو هنية. هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن فجوات غير قابلة للجسر بعد عودة الوفد الإسرائيلي من القاهرة وعودة وفد حماس أيضا، بالتالي هل نحن أمام تعثر لهذه الجولة من المفاوضات؟ نعم، يبدو أن هناك تعثر لكن ليس توقف. نعلم أن هناك هذه اللحظات الأخيرة، يعني معركة عض الأصابع الأخيرة في محاولة كل طرف أن يحصل على تنازلات من الطرف الآخر. وبالتالي نعلم أن الكيان الإسرائيلي نعلم في ظل عدم تحقيق على مدى أكثر من 7 أشهر أي إنجاز ذات طبيعة أو نصر استراتيجي في غزة على المقاومة وعلى حركة حماس، نعلم أنه اتخذ خطوة باتجاه معبر رفح، وهي عملية واضحة أنها تكتيكية بامتياز، وبالتالي هي للضغط على حركة حماس لتقديم تنازلات، لأنه كان يتوقع حكومة الاحتلال أن حماس سترفض هذه الصفقة بشكل واضح، وبالتالي عندما قبلت هذه الصفقة بشكل صريح وعلني وهي مبادرة كما نعلم يعني مصرية قطرية لكنها بصيغة يعني بمعرفة أمريكية أو يمكن الحديث أنها أمريكية، إذا أعتقد بأنه هذا هي في محاولة للضغط على حركة حماس لتقديم بعض التنازلات. نعلم أن الصيغة الأساسية لهذا الاتفاق لا يوجد هناك جدال من كل الأطراف وكذلك الأمريكية، ولكن الجميع يعلم أن نتنياهو وحكومة الاحتلال في ظل عدم تحقيق أي نصر يمكن تسويقه حتى في الداخل الإسرائيلي أو حتى إقليميا بالتأكيد هي تلجأ الآن إلى عملية الضغط، لكن هذه الضغط لا أعتقد أنه قد يثمر عن أي شيء أو تغيرات جوهرية في طبيعة الورق المقدمة وهذا المقترح يعني المصري القطري الأمريكي. ولذلك أعتقد حركة ما تعي كل هذه الألعاب لديها خبرة طويلة من خلال المفاوضات السابق ومن خلال الخبرة الطويلة من التعامل مع هذا الاحتلال وكيف يتلاعب، خصوصا حكومة نتنياهو التي هي يعني مأزق داخلي مأزق إقليمي، وهناك مأزق مع الولايات الأمريكية. نعم. التي بدأت تضيق ذرعا بسلوك حكومة نتنياهو بشكل واضح وصريح. طيب سيد طارق إنعمات، هل مغادرة وفد حماس هو رسالة اعتراض على إعادة طرح الورقة التي تمت الموافقة عليها؟ يعني ما الذي أو من خلال المعلومات حتى اللحظة ما الذي يجري في القاهرة؟ ما الذي يتم التفاوض عليه؟ وصلوا لحد أنه إسرائيل قامت بخطوتين لا تنم أنه الآن في هاي اللحظة إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات. أولا صلاحيات الوفد اللي ذهب ما في صلاحيات حقيقية، يعني معناته عندما يتخذ يقوم هذه الخطوة حكومة نتنياهو فهي خطوة أكثر منها لضاعة الوقت وأيضا يعني إسكات الأصوات داخل إسرائيل التي تطالب بإطلاق سراح الأسرى خصوصا أهالي الأسرى الموجودين في غزة، إسكاتهم أو محاولة القول لهم أنه أنا ذاهب للمفاوضات وما زلت أخوض المفاوضات وأحاول إرجاع الأسرى، يعني في منها جزء منها رسالة داخلية. الآخر التطورات اللي يشير لها مثلا إسرائيل تنصرت تماما من الاتفاق الذي وافقت عليه حماس والذي كان مدعوم أمريكيا يعني صحيح. وحتى الولايات المتحدة الموقف اللي صدر منها لاحقا بعد التعنت الإسرائيلي كان غامض.
ربما لا تريد القطع تماما ومع بمسار المفاوضات، لكن واضح انه المسار الطرف الاقل اهتماما المفاوضات هو نتنياهو، ويعتقد انه الان الوقت مواتي للضغط بالخاصره الضعيفه كما يقولون، ولا يوجد خاصره قويه في غزه كلها من ناحيه المدنيين، لكن الامر الاشد حساسيه موضوع رفح. لماذا؟ لا يوجد فيها هدف عسكري ذو قيمه كما يحاول الترويج، ولا اربع كتائب ولا الى اخره، لكن يوجد فيها اخر ملاذ الفلسطينيين اللي هاجروا 4-5 مرات داخل قطاع غزه واستقر بهم الحال في مدينه رفح. الآن يريد أن يشرد هؤلاء مرة أخرى، هذا أقل تقدير، إذا ما ارتكب مجازر طبعا، وهي تحدث الآن بشكل يومي على مستوى مصغر وربما تزيد حدتها. يريد أن يضغط بهذه الورقة، ورقة ابتزاز المدنيين، يبتز المدنيين بتهجير آخر، يبتز المدنيين بقطع المساعدات ربما لأيام والأسابيع، لكي يستطيع يعتقد أنه يستطيع أن يحصل شيء على طاولة المفاوضات. يعتقد أنه ممكن أن يجبر الفصائل على أن تتخلى عن مطالبها مثلا بإيقاف الحرب ولا آخره، المطالب الجوهرية نعم. اللي كانت عقدة المفاوضات، يعتقد ذلك. وهو طبعا مدعوم نتنياهو بقصة أنه لا يوجد طرف دولي حقيقي ولا طرف أطراف إقليمية منها موافق سرا ومنها ممتعض لكنه لا يفعل شيء. الطرف الدولي الوحيد القادر على يعني تغيير سلوك إسرائيل هي الولايات المتحدة، بدأت بموضوع ضغط جزئي موضوع الأسلحة، لكن مش بالضغط بالكمية المناسبة أو بالقدر المناسب الذي يغير سلوك إسرائيل. طبعا هل هذا يعني أنه الوقت في حرية لنتنياهو موضوع الوقت؟ لا، لأنه في أجندة ضاغطة كما قلنا سابقا في الإقليم، في عدة ملفات أخرى مرتبطة بموضوع غزة ربما لا تعطي نتنياهو حرية الحركة من ناحية الوقت المتاح. أنا أتحدث يعني طيب سيد حسن أبو هنية، يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة في حال فشل هذه الجولة من المفاوضات كما كان الحال بالنسبة لسابقاتها، وهذا التشدد الإسرائيلي والتصميم فيما يبدو بشكل واضح جدا على الذهاب لرفح؟ طبعا لا يوجد هناك سيناريو آخر، يعني إذا رفض هذه أعتقد هذه ربما تكون فرصة أخيرة، ولذلك سيبقى يعني اللعب على وقف محاولة شراء الوقت وعمل مناورات تكتيكية كالذي فعله في معبر، يعني ماذا يفعل في معبر رفح؟ يعني هذا ليس ربما طبعا كان هناك مفاوضات مع المصريين، لأنه يهدف مرة أخرى إلى إعادة نظر معاهد كامب ديفيد، والهدف الأساسي هو السيطرة على محور فيلادلفيا صلاح الدين، اللي هو يعني هذا الادعاء الإسرائيلي أنه هذا هو شريان حركة حماس، وهو المكان أو الشريط الذي من خلاله يتم تزويدها بكل ما تحتاج من أسلحة. يعني طبعا هذه الادعاءات لا وجود لها ولا حقيقة لها، وهذا وكذلك أيضا هو يعني في النهاية هو يروج لفكرة بأنه سيذهب للقطاع ركعت حماس، وأن ما يحول للقطاع ركعت حماس هو رفح، بأن هناك أربع كتائب حسب ما يدعي نتنياهو وكذلك مجلس الحرب، وبالتالي أنه سيذهب إلى يعني إنجاز هذه البطولة وتحقيق نصر كامل. طبعا يعني هو لو أنه كان قادرا على ذلك لن يذهب بالتأكيد باتجاه أصلا التفاوض، لا في الهدنة الأولى ولا الآن في الهدنة النهائية. هو فقط يريد يعني أن يظهر بصورة انتصار، بأن هناك من يحول ويتحدث ويقول أننا سنذهب حتى لو كنا منفردين بدون دعم الأمريكا، ونحن نعلم أن إسرائيل لا تستطيع أن تتقدم يعني سنتيمتر واحد بدون الولايات المتحدة الأمريكية في القضايا يعني الاستراتيجية. ولذلك أعتقد أن عندما لا يكون أنه ود وفد قليل أو يعني المستوى أو رفيع المستوى لا يعني شيء، لأنه هو وكيله الأساسي بمعنى الأصيل وليس الوكيل، وهو الأمريكي هو من ينوب عنه، وهو تحت رعاية يعني رجل استخبارات مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية ويليام بيرنز. إذن كل هذه مناورات محاولة إخراج صورة للنصر لنتنياهو ولحكومته، لأنها مأزومة والأزمات يعني الآن هو في مأزق شديد. يعني أعتقد انسحاب حركة حماس ضروري من هذا. لماذا؟ لأنه سيضفي مزيد من الضغط على هذه الحكومة. هو يدعي بأنه سيذهب إلى رفح، ليذهب إلى رفح يعني لنرى ما الذي هذه الأسطورة وهذه الدعوة، أنه هو يعني الآن يستطيع أن يسوق، أنني أستطيع أن أدخل متى شئت مع رفح، ولكن هناك يعني معارضة أمريكية أو تحفظات أو إقليمية، وبالتالي يعني قد يبني
لكن الحقيقة إذا قيل له الجميع اذهب ماذا سيفعل؟ طبعا بالتأكيد فضلا عن أن هناك المشاكل المتعلقة به، أكثر من 1.5 مليون مدني، وفضلا عن المشاكل التكتيكية وفي العملياتية على الأرض، ستكون مشكلة وهزيمة بمعنى واضحة، وبالتالي لا يستطيع حتى أن يذهب إلى تحقيق نصر. ولذلك أعتقد هي مجرد مناورات لشراء الوقت ومحاولة الضغط على حركة حماس لتقديم بعض التنازلات، خصوصا المتعلقة يعني في القضية بعض القضايا التفصيلية المتعلقة بالأسرى ومن هم المؤبدات والمراحل ومتى تبدأ المرحلة الأولى والثانية والثالثة وما الذي يتم إنجازه خلال هذه المراحل. يعني القضايا هي ليست، لا أعتقد بأن هذا الطبيعة الآن أصبحت جوهرية، كانت النقطة الجوهرية هي وقف النص بالكامل على وقف الاعتداء. الآن تم يعني حركة حماس يعني أبدت مرونة، ولكنها أخذت ضمانات شفوية وبعضها حتى مكتوب في ضمن المراحل طيب. متى سيتحقق هذا الوقت الكامل. نعم، أشرك معي السيد فراس ياغي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من القدس. أهلا بك سيد فراس معنا. يعني لابد أنك تابعت هذه الأنباء من هيئة أو الصادرة عن هيئة البث الإسرائيلية بأن هناك فجوات غير قابلة للجسر لتحقيق صفقة بعد عودة وفد إسرائيل من القاهرة. بالتالي يعني هل نحن مجدداً أمام تعثر هذه الجولة من المفاوضات؟ مساء الخير سوسن، مساء الخير لضيفك الكريم وللمشاهدين. هي المفاوضات لا يريد لها أن تنتهي باتفاق، لأن نتنياهو لا يبحث عن اتفاق في صفقة تبادل الأسرى. نتنياهو يبحث عن إطالة الأمد للاستمرار في مخططه في حرب الإبادة على قطاع غزة. لاحظي ردة فعل إسرائيل عندما وافقت حماس والمقاومة على الورقة المقدمة أصلا من الوسيط المصري والقطري وبموافقة رئيس CIA ويليام بيرنز على هذه الورقة، وهي نفس الورقة على فكرة التي أصلا إسرائيل وافقت عليها في 27/4 الماضي، على الرغم أن هناك بعض القضايا التي لا تعتبر جوهرية بالنسبة للمفاوضين وحتى بالنسبة للأمريكان. كان رد الفعل ذهب إلى المنطقة الشرقية في رفح، والذهاب إلى معبر رفح واحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعلى أخذ ضوء أخضر أمريكي بالذهاب إلى هناك، وأعلن أنها عملية محدودة، والأمريكي يتحدث أن هذه العملية محدودة، واليوم يتحدث كيربي عن أن هذه العملية لمنع إدخال السلاح ومنع إدخال الأموال إلى حماس في الجانب باحتلال الجانب الفلسطيني من رفح. واضح كليا أن هناك تنسيق ما بين الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إسرائيل في كافة الخطوات التي تجري على الرغم من وجود خلافات. نتنياهو لا يستطيع بالمطلق، لا هو ولا مجلس الحرب، اتخاذ قرار بوقف إطلاق نار دائم في داخل قطاع غزة، لأن السردية التي تم تعبئة بها الجمهور الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة عن النصر وعن القضاء على حماس عسكريا وسلطويا وعلى منع غزة من أن تشكل تهديدا لإسرائيل، فكيف سيذهب إلى وقف إطلاق نار دائم إذا كان لم ينفذ هذه الأهداف ولم يقضي لا على حماس لا سلطويا ولا عسكريا؟ على العكس من ذلك، المقاومة في داخل قطاع غزة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها لا تزال فاعلة وتوقع خسائر طيب. الجيش الإسرائيلي بشكل مستمر. نعم، سأعود لهذه النقطة سيد فراس. سيد طارق نعيمات، كيف يفهم التحذير المصري اليوم من فشل أو من عواقب فشل المفاوضات؟ هل هو تحذير موجه لحماس بشكل مباشر؟ والله حقيقة يعني أنا بدي أخذ هذا التصريح وأمور أخرى يعني وحطها في سياق واحد. نعم يعني هو وإن قيل غير ذلك يعني، لكن شهدنا بآخر أسبوعين تحديداً ضغوط شديدة على حركات والفصائل في غزة موضوع المفاوضات يعني، وهناك مؤشرات كثيرة أنه تعرض للضغوط من يعني من الوسطاء وغيرهم،
ويعني مع انه موضوع رفح بالذات هو مسؤوليه مصريه اسرائيليه، يعني بمعنى انه اتفاقيه كامب ديفيد يعني تحدثت عن وجود العسكري للطرفين، عندما نرى على الاقل 200 اليه اسرائيليه على ابدا امتار قليله من الحدود المصريه هذا يقتضي تنسيق وفق اتفاقيه كامب ديفيد يعني، ونفترض انه هناك موافقه مصريه على هذا الوجود، والا ما تفسير يعني انه المصريون نسقوا مع الإسرائيليين عندما كان هناك عمليات عسكرية الجيش المصري ضد تنظيم داعش في ولاية سيناء في على الحدود المصرية. لذلك أعتقد أنه حقيقة أنه الموقف المصري هون حاول أن يكون غامض، والحقيقة أنه الموقف المصري هون لازم يكون مختلف تماما. يعني إذا تكلمنا عن مشكلة تحفظهم على موضوع 7 أكتوبر وقياح حماس بذلك وكذا، فانه هذا يكون منفصل عن وجود الاسرائيلي على حدودهم، يعني احتلال معبر الجانب الفلسطيني مع المعبر المصري يشكل تهديد وخرق لاتفاقيه كامب ديفيد، الا اذا وافقوا مساله اخرى، هم لم يعلنوا ذلك ولم يتحدثوا، لكن ان لم يوافقوا كمان هذه مساله منفصله عن موضوع المفاوضات. لماذا تتحرك مصر في هذا الاتجاه؟ لماذا تقول مصر لاسرائيل انكم تخرقون هكذا ترتيبات اتفاقيه كامب ديفيد اتفاقيه السلام، تتواجدون بشكل غير قانوني على الجانب الآخر من الحدود، تعيدون احتلال قطاع غزة وهذا مخالفة للقانون الدولي؟ ما 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 شهدنا حقيقة أي تحرك بهذا المجال، وحقيقة إنه هذا إسرائيل تستفيد من هذا الوضع، يعني ليس سرا إنه نتنياهو يقرأ المشهد بشكل جيد، المشهد الإقليمي، والمشهد الإقليمي يشجعه على الاستمرار بعمليته العسكرية، لا بل إنه هناك دول يعني تشجعته سرا ببداية الحرب على أنه تنتهي كما يقولون يعني أنهي المهمة بسرعة يعني أو هكذا تتم تسريبات. طيب. فلذلك هو يستفيد من هذا الوضع الإقليمي الحقيقة الذي يساعده على الاستمرار بعملية العسكرية. طيب سيد حسن أبو هنية، يعني هل يفهم من التحذير المصري اليوم من عواقب فشل المفاوضات بأنه تحذير مباشر لحماس؟ هو تحذير مباشر لحماس وحتى إسرائيل، لأنه أعتقد الدخول إلى يعني نعلم أنه كما ذكر الضيف وكما ذكرنا أنه هذه القضية كلها مرتبطة باتفاقات كامب ديفيد وحجم القوات وواقع كيفية وآليات يعني بتفصيل ملاحق في الاتفاقية الأساسية والملاحق الأمنية الواضحة حول الموضوع. إذن الأمور هي كانت نعلم أن هناك زيارات كانت يعني ليست سرية يعني علنية، سواء كان من الاستخبارات وجهاز المخابرات المصري إلى تل أبيب، وبالعكس أيضا كان هناك زيارات من ضباط ومن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية للقاهرة، وكان حول التنسيق. أعتقد أنه كان الاتفاق وكذلك الإشراف أمريكي أنه القبول بعملية تكتيكية، بأن هناك عملية تكتيكية للضغط على حركة حماس لقبول كثير من بعض القضايا والتنازل وإظهار نوع من النصر ل يعني هذا الكيان. لكن من الواضح انه في ظل عدم قدره يعني اعتقد المقاومه يعني هناك شيء يبدو يعني كمهزله يعني فعلا يعني كما شيء يعاد كما قال ماركس، يعني عندما تعاد الاشياء تصبح يعني ملهى مهزله بعد ان كانت تراجيديا. يعني هذا ما يحدث لانه كانهم يتفاوضوا مع اناس لا يعرفوا كل هذه الألاعيب، وهذه واضح أن هناك قيل أن هناك عملية تكتيكية، لكن هناك خشية الآن من مصر أن يتحول هذا التكتيكي الاستراتيجي ولا يوجد هناك أي رابع، وبالتالي تبقى هذه القوات وهذا سيحرج مصر ليس أمام يعني أمام الشعب المصري، أمام حتى بعض ربما يعني الجهات أو بعض القوى داخل القوات المسلحة أو داخل جهاز المخابرات أو طبعا داخل الحياة السياسية، وحتى النواب يعني سيحرج كثيرا. نعلم أن السيسي في أضعف حالاته، هو تلقى الاقتصاد منهار، وبالتالي تلقى منذ 7 أكتوبر حتى الآن أكثر من 40 مليار من المؤسسات الدولية الأوروبية والأمريكية وحتى اليابان للصمود، وبالتالي هو أصلا أخذ الثمن مسبقا ولا يستطيع، لكن هناك قضايا لا يستطيع يعني أن يتلاعب بها. فكان هناك اتفاقات تبادل أراضي منذ أيام الخمسينات وحتى منذ أيام جيورا آيلاند ووصولا إلى يوشع بن أريلي، تبادل قوات يعني نقب بسيناء في غزة، كانت الأمور فيها على بعض التفاصيل. إذن هو لا يستطيع، أعتقد أنه هناك مشكل في هذا، ولذلك العملية كانت تكتيكية، وبالتالي تخشى مصر الآن إذا تحول هذا التكتيكي إلى استراتيجي وهو مستبعد، لكن هناك نعم تعبير عن الخشية، وهذا في نفس الوقت يعني نوع من الضغط الغير مجدي على حركة حماس، لأنه حركة حماس
لا يوجد هناك أي شيء يمكن أن تقدمون تنازلات، يعني ما هي التنازلات التي يفترض بحركة حماس أن تقدمها؟ وقف العدوان، أن يعني أن لا يعاد إعمار قطاع، أن لا يعود النازحين، أن لا تدخل المساعدات الغذائية يعني ماذا، ما هي القضايا التي حماس تطلب؟ يعني هل حماس تطلب مثلا لقياداتها ومقاتليها شيء غريب وعجيب؟ لا أعتقد، أعتقد الكل يعلم بما فيهم الأمريكان أن هذا التلكل الإسرائيلي هي محاولة إعطاء إسرائيل نوع من الهيبة التي فقدتها كما قلنا محليا وذهبت قوة الردع وركائز الأمن القومي وكذلك إقليميا بعد الهجوم الإيراني ودوليا. أذهب للسيد فراس ياغي. سيد فراس، يعني رغم التفوق العسكري للاحتلال الإسرائيلي، لكن في المقابل صمود المقاومة الفلسطينية حتى الآن، وهو ما يفسر هذا الثبات على طاولة المفاوضات، حرمان الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق أهداف النصر حتى الآن، إلى أي مدى يضع المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على مرتبة واحدة على طاولة المفاوضات؟ يعني حتى الآن لا يوجد منتصر ومهزوم، وبالتالي هذا ما يجعل التنازلات والمفاوضات شاقة وصعبة. هي ليست فقط شاقة وصعبة، هي لأن الموقف حماس والمقاومة هو موقف المواجهة مع الاحتلال، موقف الداعي إلى إفشال كل أهداف الاحتلال، وأهداف الاحتلال فشلت في داخل قطاع غزة، لم يستطع نتنياهو ولا جيشه أن يحقق كل الأهداف التي أعلن عنها بشكل رسمي، من حيث الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، ومن حيث تقوية المقاومة سلطويا وعسكريا، ومنع أن تكون غزة تهديدا. المسألة ليست كذلك أيضا، لأن كان من المعلوم منذ الشهر الأول من قبل المحللين الأمريكيين وبعض الإسرائيليين بأن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق. المسألة مرتبطة بأن نتنياهو لا يوجد لديه استراتيجية حقيقية معلنة، نتنياهو لديه توجه سياسي وشخصي لإطالة أمد المعركة لكي يبقى في الائتلاف الحاكم. لذلك نرى أن هناك تراوح، إن كان في قطاع غزة وإن كان أيضا في المفاوضات لصفقة الأسرى. حسب المعلومات الأمريكية تقول أنه تم توقيف المفاوضات بشكل مؤقت نتيجة للوضع في داخل رفح. مسألة ثانية، إسرائيل طلبت أن يكون هناك وقف إطلاق نار ما عدا في رفح، والآن إسرائيل سلمت تحفظاتها حول الورقة الوسطاء، وحماس غادرت القاهرة وقالت أننا سنعود في اللحظة التي يتم فيها إقناع الإسرائيلي بالموافقة على الورقة التي نحن وافقنا عليها، لأن هذه الورقة ليست ورقة حماس، هذه ورقة أمريكية مصرية قطرية بهذا الاتجاه. ولا يمكن لحماس ولا للمقاومة أن تتنازل وتعطي مرونة أكثر مما أعطته في هذه الورقة، فهي وافقت على التدريج في الانسحاب، ووافقت على التدريج في وقف إطلاق النار، ووافقت على التنازل عن مسألة حتى تبييض السجون، يعني حتى في عدد الأسرى والمعتقلين في هذه المسألة. أما إسرائيل فإسرائيل فشلت لأنها 7 شهور وهي تقاتل في قطاع غزة ولم تستطع أن تحقق أي نتائج، وهذا كان مفاجئا للعالم ككل وحتى للأمريكي في مواجهة حركة مقاومة ككتائب القسام وفصائل المقاومة الأخرى في غزة. فشلت أيضا إسرائيل لأنها علقت في رمال غزة وفي وحل غزة ولم تستطع الوصول إلى الأنفاق، ولم تستطع الوصول إلى قيادة القسام، ولم تستطع أن تقضي على الكتائب التي أعلنت أنها فككتها وحققت الأمر هناك في شمال قطاع غزة. الكتائب عاملة للمرة الثالثة، يقتحمون حي الزيتون بثلاث ألوية، هذا يدلل على أن كتيبة حي الزيتون لا تزال فاعلة وتعمل بشكل قوي في داخل شمال قطاع غزة. إذن كل المعضلة الأساسية مرتبطة بأنه في الداخل الإسرائيلي لا أحد يستطيع أن يأخذ قرار بوقف إطلاق النار، نتيجة لوجود لا يزال إجماع في الداخل الإسرائيلي إلى حد ما يدعم استمرارية العملية العسكرية في داخل القطاع. لاحظ اليوم كيف أعلن مستوطني شمال فلسطين المحتلة أنهم سيقيمون دولة الجليل لوحدهم وينفصلوا عن دولة إسرائيل. يعني هاي الصراعات الداخلية والتجاذبات الداخلية في داخل إسرائيل تعكس نفسها
على الجبهات وتؤدي إلى الاستمرار الأزمات الموجودة للحكومة الإسرائيلية إن كان في الشمال أو في الجنوب. شكرا جزيلا لك سيد فراس ياغي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من القدس. أشكرك سيد حسن أبو هنية الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط من عمان على هذه المشاركة. سيد طارق نعيمات، في حال فشل هذه الجولة من المفاوضات، يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالمجازر على الأرض التي لا تتوقف؟ نعم، الآن وفق الوضع الحاصل الآن نظريا لا أحد يستطيع أن يمنع نتنياهو من الاستمرار بعملية رفح بشكل أو بآخر، سواء كانت على مراحل تدريجية أو على كما شهدناه في بداية الحرب. لماذا؟ لأنه كما قلنا استعراض سريع، القوى الإقليمية غير قادرة أو لا تريد، الولايات المتحدة يعني لم تمارس ضغط جدي لغاية الآن. فنظريا هناك إسرائيل لا زالت تمتلك هذه الميزة، ميزة أنه لا يوجد توازن قوة في المنطقة هذا. لكن ذات الوقت، الوقت ليس بصالح لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة في انتخابات بنوفمبر، وينشغل الرئيس وعادة آخر عام قبل الانتخابات ينشغل الرئيس تماما في الداخل بين حملات انتخابية، هذا في الوضع الطبيعي. ما أدراك وما بالك الآن الوضع غير طبيعي بالنسبة له، لأنه ينافس مرشح جمهوري يتقدم عليه باصطلاعات الرأي ويتقارب باصطلاعات أخرى، يعني هو مهدد بأن يفقد منصبه، لذلك سيركز، يريد أن يقدم غزة كجزء من إنجازاته، يريد أن يكسب بعض الأصوات الأقليات العربية والمسلمة في مدن مهمة جدا. لذلك هو يريد أن تتوقف الحرب بشكل أو بآخر، أو أن يقل مستوى العمليات يعني، وهذا يربط في أجندة إقليمية أخرى منها التطبيع السعودي السعودي الإسرائيلي والاتفاقية الأمنية. فالوقت ليس كمان كما تريده إسرائيل، يعني ما في هناك وقت مفتوح لها لكي تفعل ما تريد، يعني كما كان في بداية الحرب. أنا أتحدث هي ستستمر طبعا، غزة بأحسن الأحوال ستصير زي الضفة، يعني اقتحامات متكررة وإلى آخره، ليس بضرورة احتلال مباشر، لكن كنوع من منطقة العمليات العسكرية المفتوحة.